طيب 30 يونيو ليست ثورة مستقلة، نعم أم لا؟ يعني إيه ثورة مستقلة؟ يعني هل هي مكملة ليناير أم مختلفة عنها ومستقلة؟ لا أنا ما بقولش عليها ثورة أصلا. أمال؟ هي في التصنيف بتاعنا أنا مسؤول عنه احتجاج شعبي عام. الاحتجاج غير الثورة. الثورة بتاعت يناير ده الناس كلها بدون اتفاق. بدون اتفاق نزلوا الشارع عايزين يغيروا الوضع ده. وبعد الثورة مسكونة طائفة من الشعب، الشعب رفض حكمها، فربنا رزقنا براجل قال يا ناس ادوني تفويض أقاوم الإرهاب، فنزلنا كلنا لنبين عن الاحتجاج العام ده عشان نقول له أيوة احنا مع ندي لك التفويض ده، احنا موافقين على كده. فدي مش ثورة، احتجاج. احتجاج شعبي عام قاده رجل نحن نحبه ونزلنا عملنا كده. هل في يحلو بقى للبعض ان يسميها ثورة؟ ممكن من وجهة نظره هو تكون ثورة، بس انا ليا قراءة تانية برضه. وهي ان اكتر الناس اللي بيقولوا كده هم اللي ما شاركوش في 25 يناير زي حالاتي مثلا. ما شاركش. انا ما شاركش ده ليه؟ عشان مش بتاعتي انا، مش بتاعتي، بتاعت عيالي. الثورة دي بتاعت عيالي اللي صنعها عيالي مش انا، فما حبيتش افتقت على هؤلاء. تقصد كشباب يعني كجيل الشباب؟ فممكن يكون واحد في في وضعيتي انا ما نزلش او مش موافق على الثورة، وبعدين لما جه حكم الطائفة اللي احنا رفضناها دي فقرر ينزل مع الباقيين اللي اتفقوا انهم ينزلوا عشان يعطوا التفويض للرجل، فاعتبر ان دي ثورة عشان يبقى هو كمان عمل ثورة، مش بس عياله، لا هو كمان ثوراجي. فيها نوع من الفلسفة صح؟ مفيش أي فلسفة، أنا بشرح وضع. مفيش أي فلسفة، واحد زائد واحد يساوي اتنين. أنت عايز تسميها ثورة بقى أنت حر. هي أقل قيمة؟ إذا سميناها احتجاج بتكون أقل قيمة؟ ملهاش دعوة بالقيمة هنا. لا ممكن تكون أعلى. ما أنا ده اللي عاوز أعرفه. ممكن القيمة تبقى أعلى. لأن الثورة تشيع الفوضى. انما 30 يناير دي 30 6 دي ما اشعتش فوضى ولا حاجه، دي استدعت نظام. على ذكر الطائفه بتقصد فيها الاخوان؟ طبعا. طيب ماذا عن ثوره 23 يونيو؟ هل كانت بدايه الفساد الاجتماعي في مصر؟ نعم ام لا؟ لا. لماذا البعض بيعتبروها بداية للفساد؟ أي تغيير بيبقى ليه تقييمه يعني عند الناس، بيبقى هو يا إما عمل فساد يا إما عمل إصلاح. فأصحاب الموضوع اللي هم أصحاب الثورة يدعون أنهم أصلحوا، والآخرين قالوا لا أنتوا أفسدتوا. أي نظام بيجي هو فيه صلاح وفساد. اللي حصل بعد ده برضو قراءتي أنا. بعد ثورة 23 يوليو حصل بذور للفساد. إن الناس لما جم يحكموا معرفش هم ما كانوش مؤهلين كويس عشان الحكم. يا إما أو إن هم ضلوا الطريق خالص. يعني ما لم قراءتهم ما كانتش مظبوطة. يعني هنمشي إزاي؟ رأسمالية صرفة ولا نبقى تبع المعسكر الشرقي اللي هو كان شيوعي، وبعدين إحنا قلنا لا دي اشتراكية عشان إحنا ناس مؤمنين بربنا وما نعرفش حد، اللي يقولوا لنا الحد دول مالناش دعوة بيهم، تبقى إحنا بتوع الاشتراكية. والاشتراكية دي في كل الأديان. فإحنا ناس مؤمنين ولكن اشتراكيون. وعشان نحقق الاشتراكية دي في أدوات، ولازم يبقى في موقف عقلي كبير فوق الأدوات دي. أظن إن الموقف العقلي كان غايب غياب جزئي.
بمعنى ان اللي بيدير الساحه التوجه ده ما كانش عنده القدره العقليه اللي المفروض تكون عنده، واللي بينفذه بنفس الحال. فحصل الخربطه دي اللي بتتكلم الفساد اللي حصل ده وكبر بقى. نحن الشعوب العربيه عندنا هذه دايما الثوره، بدنا نغير وبدنا نغير، ولكن اللي بنستلم زمام الامور ما بنعرف كيف نسيطر على الوضع. يعني بنلحق قلبنا وبنلحق عاطفتنا وعند التنفيذ ما عندنا الادوات اللازمه للتنفيذ. بس ده مش في العرب بس، ده في اي حته في الدنيا. بس هنحكي شويه من يمكن العرب اقل الناس في الحكايه دي، صح؟ مين من دول الغرب هيك؟ لا مش ما اقولش دول الغرب، مش بحدد يعني دوله معينه وكذا، بقول ان العرب اقل الناس لما يقوموا بثوره وتحصل فوضى، ما بتحصلش زي ما بتحصل عند الاخرين. يعني الفوضى اللي بتحصل مثلا في الثورات اللي في امريكا اللاتينيه او في الثورات اللي في الشرق الاقصى في الصين مثلا، دماء بحور وياخدوا سنين على ما يقعدوا كده وياخدوا نفسهم. احنا العرب لا، ما بناخدش وقت كتير وبنوصل لمطالبنا. بنوصل